السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي وتلاميذ الصف الأول، مرحبا بكم من جديد أعزائي حبايبي الصف الأول. درسنا لهذا اليوم هي مادة التربية الإسلامية، معلمة المادة صابرين جاسم. أخذنا بالدرس السابق السيرة النبوية الشريفة، وأخذنا حبايبي تحية الإسلام، مراجعة بسيطة عن ما أخذناه في الدرس السابق. شنو أخذنا حبايبي؟ أخذنا بالدرس السابق السيرة النبوية الشريفة، وأخذنا تحية الإسلام. من بينها ماذا نقصد بتحية الإسلام؟ تحية الإسلام هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما رد التحية هي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه حبايبي مراجعة بسيطة عن الدرس السابق. أما درسنا لهذا اليوم، رح ناخذ أنا وأنتو حبايبي الحلوين درس جديد لهذا اليوم، هو حديث نبوي شريف عن عمل المعروف. شنو درسنا لهذا اليوم حبايبي؟ هو حديث نبوي شريف اسمه عمل المعروف. شنو اسم الحديث؟ عمل المعروف. ما هو درسنا لهذا اليوم؟ سنأخذ لهذا اليوم درس جديد، هو من الحديث النبوي الشريف اسمه عمل المعروف. يلا حبايبي نقرأ الحديث. عند بداية كل حديث ماذا نقول؟ نقول قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا نقوله عند بداية كل حديث، وعند نهاية الحديث نقول صدق رسول الله، صدق رسول الله. رح نقرأ الحديث حبايبي حتى استمتع بمشاركتكم الجماعية وتفاعلكم. الحديث اسمه عمل المعروف. الحديث لدينا اليوم حديث نبوي شريف هو عن عمل المعروف. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل معروف صدقة، صدق رسول الله. قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل معروف، كل معروف صدقة، صدق رسول الله. كل معروف صدقة، صدق رسول الله. هذا هو حديثنا حبايبي. شنو اسم الحديث؟ عمل المعروف. شنو عندنا اليوم؟ عندنا حديث نبوي شريف بعنوان عمل المعروف. ما المقصود بالمعروف؟ ما المقصود بعمل المعروف؟ أخذنا حبايبي الحديث قرأناه، رح نعيده حتى نحفظه. يلا يا أبطال يحفظ أول واحد. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل معروف صدقة، صدق رسول الله. كل معروف صدقة، صدق رسول الله. أي حبايبي من ضمن أعمال الأعمال والمعروف عليها هي أنه نساعد الآخرين. كيف نساعد الآخرين؟ مساعدة الآخرين. أساعد أمي، أساعد أبي، أساعد معلمتي، أساعد أخي، أحترم الكبير وأعطف على الصغير. هذه من الأعمال الخيرة، هذه من الأعمال الخيرة، أنه نساعد الآخرين ونحترمهم. رفع الأذى عن الطريق، رفع الأذى عن الطريق، هذه من أعمال المعروفة، رفع الأذى عن الطريق. نرفع الأذى عن الطريق إذا مشينا من طريق وفي هذا الطريق توجد فيه أذى للناس أو أذى للسيارات أو أذى للماشية. ماذا نعمل في هذه الحالة يا حبايبي وصغاري؟ هو أن نرفع هذه الأذى عن الطريق حتى لا يتأذى الناس، حتى لا يتأذى الناس. وكيف نتحدث مع الناس يا صغاري؟ نتحدث مع الناس بكل احترام، بكل احترام، أي نحترم الكبير ونعطف على الصغير، نحترم الكبير ونعطف على الصغير. هذه كل حبايبي من الأعمال الخيرة والأعمال الجيدة، هو أن أساعد الآخرين، أساعد الأكبر مني الذي يحتاج المساعدة،
والتعاون فيما بيننا. أرفع الأذى عن الطريق وأتحدث إلى الناس بكل احترام. ماذا أخذنا لهذا اليوم؟ أخذنا أنا وأنتم يا صغاري لهذا اليوم حديث نبوي شريف، حديث نبوي شريف بعنوان عمل المعروف، بعنوان عمل المعروف. نقرأ الحديث حبايبي. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. صدق رسول الله. يلا حبايبي، من حفظ على الغيب؟ من حفظ الحديث على الغيب؟ شنو اسم الحديث؟ اسم الحديث عمل المعروف، اسم الحديث عمل المعروف. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: كل معروف صدقة. صدق رسول الله. صدق رسول الله. عرفنا شو معنى هذا الحديث، انه كيفية نساعد الآخرين ونقدم لهم المساعدة والتعاون فيما بيننا. أرفع الأذى عن الطريق والتحدث إلى الناس باحترام. نحن حبايبي وتلاميذي وأعزائي حفظنا الحديث النبوي الشريف وانتهى درسنا لهذا اليوم. ألتقيكم إن شاء الله بالدرس القادم. مع السلامة صغاري.